السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله هذا الوجه. من 6 شهور ما نزلت Among Us، جاء اليوم اللي ننزل فيه بطور جديد، لكن ما أعرف أشرح، بخلي أحمد يشرح لكم. طيب يا الطور بسيط مرة، بعطيكم أنا أشياء سريعة عنه لكن ما راح أحط كل الميزات. أول شيء أقدر أتحول إلى الشخصية حقت المسلسل اللي هو الوحش. الوحش هذا يقدر يطلق ناس، يختار واحد مثلا كذا، يهجمون على عديل وينتفون عديل، يسحبونه لين ما يموت. أصبر 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 أصبر، يسحبونه برا الماب ويخلونه يتعذب. هذه واحد، ما خلصنا يا جماعة. الخاصية الثانية يا جماعة، أقدر معلو روحي مين مرة ولا ليش معلو ركان. أقدر يا جماعة، عندي هنا 4 أشياء طالعة بالشاشة، كل واحدة لها مهمة ما راح أحرقها كلها. لو أضغط على ركان كليك يمين، بوم، ركان ينسحب وينبلع من تحت الأرض على طول. أيضا عزيزي المشاهد، ضغطة زر ثانية أقدر أحول الماب إلى ضباب. يا ساتر الصور يا عيال. عزيزي المشاهد، أعطني ثواني من وقتك. متجر لاعب عندهم عروض خرافية جدا. في متجر لاعب تقدر تحصل إكس بوكس إكس بعرض خرافي جدا. إذا اشتريت من عندهم إكس بوكس إكس بتديك هدية بطاقة لاعب 150 ريال، وبرضه إذا اشتريت إكس بوكس إس بتديك كنترول هدية من لاعب. بالإضافة لذلك، متجر لاعب يوفر لك جميع إكسسوارات الإكس بوكس والعاب كثيرة وجيم باس طبعا. برضه لاعب يوفر لك تشكيلة كثيرة من حزب بلايستيشن 5، تبدأ من 2799 ريال. مو بس كذا، إذا اشتريت سوني بيديك إيدية من عندهم 10 دولار ستور من لاعب. قبل لا نبدأ، الله يرضى عليك اشترك يا بعد قلبي وروحي. يا أخي أقسم بالله العظيم أن هذا شيء يسعدني، والله العظيم أنه هذا شيء يسعدني يا أخي. خلاص كيف متى بتشتري كيف؟ ياس الحمد لله، وأخيرا أقسم بالله أني تعبت رب القهوة ما أمر صرت. وش الخير وش الخير وش الخير؟ صلي على محمد، الصلاة عليك يا رسول الله. لا 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 تكفى تكفى لا تكفى لا تكفى لا تكفى لا تكفى لا تكفى لا 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 طبيعي لا طبيعي. ليه ما أدري ليه ما أدري، هو أحسن لي بقى أنا خرش بعد شوي. صاحب واحد، صاحب الأخضر 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 قدامي يا سعد بسرعة. معلو معلو مو معلو مو معلو مو بإيجل، ما هو إيجل ولا هم معلو، ما هو إيجل ولا هم معلو، ما هو إيجل ولا هم معلو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، حياكم الله. وعليكم السلام. صلوا على النبي. أول شيء الأستاذ معلو، الأستاذ إيجل، أنا أضمنكم ضمان كامل. قدام عيني زياد ينتل مع أذني كذا، ينسحب وقاعد ينافض ويتراجع. يا عيال أنا كنت ماسك الكامات، ممتاز. شفتوا الكلاب؟ أطلعت من جهة المدبي، وأول ما طلعت من جهة المدبي مين طلع مع باب المدبي؟ مين؟ ركان. برر برر ولا بطلع، برر ولا بطلع، برر ولا بطلع، يلا برر. أنا طلعت من جهة الكلاب، طلعت من جهة الكافيتيريا. أنا طلعت من المدبي لقيتهم قدامي في الكافيتيريا. طالع مع المدبي والكلب قدامك يركض، يعني طالع من عندك الكلب يا ابن الذين. لا اصطفني، ما ادري عنه ما ادري عنه. يا عيال تبون نطلع ركان كذا بسرعه؟ قفطه بسرعه نخرب عليه. لا 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 لا، ما له داعي ما له داعي ما له داعي ما له داعي ما له داعي. يا عيال لا طيب حسبت يا عيال من البوستر سمك يا عيال، بس علمتكم. لو طلع هو رب العزة اضحك احس له. لا انصدمت يا ولد، ترى مو هو. لا ايش يا رب يا رب يا رب. مات. فاي واحد مات بالورنجن، واحد مات بالورنجن، واحد مات بالورنجن. لا يدخل ويطلع. ريدوكس يا ربي يا ربي. خلاص كان بيطلع لين يتحول المواطن. من بقى اعطارد لي ساعتين. ريدكس شفته؟ لا ايه شفته اعطارده. طيب اول شيء تراني شفته احمد سحبي، شفته يمين. انا اضمنك ريدكس طوان كامل. وفي واحد كنت اضمن اللي قبل الجيم اللي قبل، مين يوم ينسحب زياد معلو؟ مين باقي لنا؟ رايد شلونك؟ السلام عليكم استاذ ابو مشواح.
صوت على مين؟ استاذ رايد السلام عليكم. عليكم السلام. صوت على ايجل. صوت على ايجل. على ايجل. ايجل ميت يا عيال. شو ما في كثير. لا لا ركان يا رايد. ايه انا عرفت منه. لا والله حقق عيال. ايه عرفت منه. ايه عادي صوت على عادي بسرعه. على اي اساس؟ صوت على عيال انا ايه اكبر منكم. طيب ريدكس ما انا اكبر منكم. صوت عليه بسرعه. اشفر واحد اشفر الثاني اشفر الثالث. الحمد لله اني ما صرت مبوسه خلاص ما بيصير. ما اعرف ورب الكعبه توترت عركت. الله اكبر يا ربي. سوي نفسك مجنون ركان. الامور طيبه هدي شويه اذكر الله. يلا من فضلك ما في الا العافيه. طيب بسم الله. عندنا تحدي البطاقه. عديل ومعلو كان متردد. معلو كان متردد شوي. رائد ومعلو. يا ربي انت ربي. طيب حنا عندنا صوص واحد عند معلو. شوف قاعد يلاحق العيال مصدقين. الله ياخذ. يمه يمه قلبي وقف قلبي وقف. يا ربي يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي شفت 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 ركزوا يا جماعه الخير. اسمعوني اسمعوا يا اخي. انا اخرب لكم شيء. اول ما بدينا انا وانا وانا وش اسمه انا وعدل عديل زين رحنا للبطاقه. معلو يدرع راح معنا بعدين رجع تردد فهمتوا بعدين راح يعني ما يدري هي بطاقه ولا لا. فاتوقع ان معلو هو القاتل الماجور الجني. لا ايش قدامي يا ركان؟ شايفك بعيني يا ركان لا تجحد. انا بعيوني رايك يا اخي. لا لا زياد مو بنا حلال. لا 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 ركان شاطفني الجعري. اخر واحد كان بالموقع مين؟ فجاه اخذ الجعري. مين قدامي؟ رايد. يعني وشو يا اخي؟ ترى احس انه رايد. احس انه بعد رايد مو بنا. لا 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 لان ابو شايع قال له هو جاء من الجهه الريه. طيب الريه مو بنا. الملتري ايش تسوي؟ انا الجعري جاي من الملتري. شلون انا مشيت اول واحد بعدين رجعت. سكيب سكيب. شوف عيني. لا يا عيال اللي كذب عليك. لا ما ادري انا حاسس رايد ما ادري ليه. مو بنا يا جماعه الخير. رايد ليش؟ اذا صرت مواطن لكم يعني هنا لكم وهنا لكم متى يزين حظي؟ أم إن إيجل حلو شاك فرايد فأنا بخلي إيجل ما أحتاجه. الآن أبى أذبح رامي. رامي كذا ما أدري أحس ودي أذبح رامي. أحس ودي تكرش ما أدري إيش. الله يوفقه. استغفر الله العظيم. استغفر الله. صار عكس. إيش وشو؟ لا لا مو أنا. فجعل الله يفجعه. فجعل الله يفجعه. الله يفجعه. الله يفجعه ويشغله في نفسه. من اللي مات يا عيال؟ اخر واحد من اللي مات رايد. وشو ايجل؟ ايجل 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 عيال ايجل. رائد ورائد. لا 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 صبر. طيب عطنا عطنا الاتهام عشان ابرر يا ركان. ترى ما راح انسى اتهام زياد لك يا جماعه. عندي رامي وعندي رائد وعندي معلو راحوا بالجيم هذا. ثلاثة راحوا. يا ساتر الراوند ذا. ثلاثة راحوا بالراوند ذا يا جماعة. يعني أنا طلعة يا جيجي. ساكت يا عيال. ريدك ساكت. بس في واحد عطى اتهام على راكان قبل. منو يا إيجل؟ زياد. 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 زياد ميت. ورائد عطى اتهام على راكان. وراكان ميت. ورائد ميت. يلا يلا ريدك برا. غلطة عمركم. توي مجنون أجل. غلطة عمركم. والذي رفع السماء بغير عمد. إنها غلطة عمركم. خذ هذه يا إيجل وخذ هذه. يا عيال اقطعوا من خبره. يا عيال عند الاجتماع قايل لكم. يا عيال والله اني قايل لك إيجل قايل لك.